أثارت فيفي عبده حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن مقابلة جمهورها في أبو ظبي مقابل دفع 1100 درهم إماراتي، وكان أول الشروط شهادة تطعيم لقاح كورونا و48 ساعة نتيجة PCR سلبية. ونشرت فيفي عبده تسعيرة خاصة خلال زيارتها إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي التي تستمر في الفترة من 21 إلى 23 يناير الجاري، حيث كشفت في التسعير التي نشرتها عبر حسابها الشخصي أن سعر فئة البلاتينيوم يومي السبت والأحد والتي تتضمن جلسة معها لمدة ساعتين بما في ذلك لقاء وتحية وفرصة تصوير وغداء معها، ويبلغ سعرها 1100 درهم إماراتي أي نحو 300 دولار أمريكي. وبخصوص الفئة الذهبية أيام الجمعة والسبت والأحد فتتضمن جلسة معها من الساعة 4 إلى 5:30 بما في ذلك جلسة معها وتحية وفرصة تصوير، ويبلغ سعرها 750 درهم إماراتي لافتة إلى عروض الغرف المميزة دون تقديم تفاصيل إضافية. لكن عادت بعد ذلك فيفي عبده وأعلنت عن تأجيل اللقاء لمدة شهر قائلة: كنت قد أعلنت أمس عن حدث لي في أبو ظبي، أعتذر منكم لأنني مضطرة لتأجيله لانشغالي ببعض الأمور في مصر. وتابعت: متحمسة جدا لألتقي بكل السيدات اللي كنت هقابلهم في أبو ظبي، وسأعلن قريبا عن الموعد المحدد.